اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى معايا لعبه تحفه. بصوا، دولاب باربي اللي هي اصلا نجمه مشهوره جدا، وهنفتح بقى الدولاب ده ونتفرج عليه من جوه ونشوف شكله عامل ازاي وده عباره عن ايه. بصوا يا اصحابي، الدولاب ده احطه كده هنا، ماشي؟ فبصوا شكلها بقى جنبيه، دي بقى باربي اللي هي مشهوره جدا، فلازم يكون عندها احسن لبس واحسن دولاب. الدولاب بقى ده تعالى نتعرف عليه ونشوف ده عبارة عن ايه. بصوا من ورا في الحتة دي كده زي خرم او حتة فاضية، يعني الحتة دي، وهنا في كده فراشة لونها اصفر. بصوا شكلها حلو ازاي، بس هي ما بتطلعش برا. وهنا في ستيكرز عليها فراشات، شكلها حلو جدا، بحاول اشد الفراشة مش بتطلع. مكتوب عليها هنا اسم الباربي مارتير تقريبا بس. وبعدين هنحاول نفتح بقى الدولاب. بصوا شكله حلو ازاي، الازاز بتاعه شفاف اصلا فشكله شيك قوي. هنفتحه كده اهو، اوكي يا اصحابي. وجوه بقى في ايه؟ الشماعات بتاعه باربي الشقيه بقى، واو. بصوا الشماعات دي عامله ايه. وهنا بقى المكان ده العصاير، بنحط عليه الايه؟ الشماعات بتاعتي. تعالى بقى نفتح الشماعات نتفرج عليها. بصوا يا اصحابي، الشماعات دي لونها بامبا، ماشي؟ وفي منها نوعين، بصوا على شكل قلب، واحده كبيره وواحده صغيره، ونعدهم مع بعض. يعني انا طيب وصلت دلوقتي ان هم رقم 8 9 10 11 12 12 شماعه. هنحطهم بقى كده جوه الدولاب عشان نخليها تعلق عليها الهدوم بتاعتها، عشان هي بقى نجمه مشهوره، هي كمان نجمه روك ستار. بصوا شكل الشماعة عليها قلب، ومن ناحيتين في قلبين، ومكتوب عليها باربي بالبي زي ما انتوا شايفين. وحطها بقى جوه في الايه؟ في الدولاب. بس هي الشماعة شكلها كبير شوية، مش عارفة بقى لما اجي اقفل الباب هتركب ولا لا، بس مش مشكلة، ممكن نعلق عليها الهدوم كده. بصوا حاولت اقفل الباب، ايه ده ما بيتقفلش، الشماعة أكبر من الباب بتاع الدولاب. طب تعالوا كده نحط الشماعة الصغيرة بدل الكبيرة، ونشيل الشماعات الكبار. حطيت الصغيرة وهشيل الكبار. أيوة كده بالظبط، حطيت الصغيرة بس كده. حاول أقفل بقى الباب، إيه ده برضو ما بيقفلش. ده عاملين دولاب صغير شوية على الشماعات، بس مش مشكلة، هي باربي ممكن تحط اللبس بتاعها وتسيب الباب مفتوح. فنركب بقى بقية الشماعات. بصوا بحطهم ازاي، بطريقة سهلة جدا. لو عندكم بقى في البيت لبس لباربي كتير، هحطوه بقى على الشماعة وهلاقوه في الدولاب بتاعها الرهيب ده. واو بصوا شكله بقى حلو ازاي، انا مبهوره ومعجبه جدا بالدولاب ده. وعارفه كمان ان باربي النجمه الثانويه مشهوره، هتبقى كمان بتحبه جدا لان هو لونه بامبا زي لبسها. ولما تروح بقى حفلات وكده هيكون طبعا لبسها جاهز على طول، لان هي كل حاجه مرتباها في الدولاب بتاعها. تعالى كده ندوس على باربي، ايه ده بص بتطلع اغاني حلوه ازاي، العود بتاعها ده لما تدوس عليه بتقعد تغني بقى عشان هي مبسوطه. تعالوا كده نجرب مره تانية، بس نحط بقيه الشماعات الاول، بعد كده هخلي باربي تغني تاني. بصوا واو، بصوا غني التاني اهي، ايه ده، شفتوا باربي دي لذيذة ازاي، حلوة جدا. انا اللعبة دي فظيعة، مبسوطة بيها قوي. ادينا يا صحابي تعرفنا على مكونات لعبة باربي من جوه، وشفناها عبارة عن ايه. وبعدين يا اصحابي بعد ما شفنا كل حاجة ورتبنا بقى الدولاب وظبطنا لبسها، وشلنا بس الشماعات عشان نقفله، وهي شماعات في ايدي اهي. انا مبسوطة جدا بلعبة النهاردة ولعبة باربي، ويا رب كمان تكون عجبتكم يا اصحابي. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. اكتبولي بقى في الكومنتات عملتوا ايه، هتوحشوني قوي يا اصحابي. باي باي.